جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول جامعة في الدولة، تأسست عام 1976 بأمر من المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. اليوم في أكسبو 2020 دبي، تحديداً في منطقة التنقل، تم تخصيص جناح بالكامل لهذه الجامعة في رؤية لتعزيز أهمية التعليم في المستقبل. هذا الجناح ملقب بجامعة المستقبل، لنتعرف عليه. عند دخولك الجناح ستلعب دور البطل في رحلة اكتشاف الذات عبر تجارب تفاعلية تثقيفية لإيجاد حلول لقضايا عالمية. لكن في البداية ستنشئ حساب رقمي مرفق به معلوماتك الشخصية، ليتم إدخال هذه المعلومات داخل لؤلؤة ذكية، والتي ستكون مفتاح رحلتك لكل مراحل الجولة. الجولة تبدأ من هنا، حيث يتم تعزيز الزوار بمهارات معينة من شخصيات مؤثرة في الدولة في جميع القطاعات، أبرزها قطاع الفضاء والعلوم والطب. فأنت أيها المكتشف تستطيع أن تختار الرحلة حسب العناوين الرئيسية، وهي الاستدامة وأيضاً الأغذية للكل والفرص المتساوية، وأنا سأختار الاستدامة. الرؤية الغير واضحة دائماً هي ترمز إلى بداية فهم المشاكل التي يواجهها العالم، وهذا بالتحديد ما يتم عكسه عبر هذه التقنية. فأنا موجود أو معكوس بطريقة غير واضحة إلى أن أخذ الخطوات الأولى، وهي التقدم. في المرحلتين القادمتين يتم عرض فيديو حسب التخصص أو المشكلة أو العنوان اللي أنت اخترته كزائر، وأنا كوني اخترت الاستدامة، فيتم عرض فيديو مرئي عبر تقنيات متطورة لهذه المشاكل. أما هذه المنصة تعطيك فرصة لتشارك برأيك حول المواضيع الرئيسية، وتتحول إلى إيقاعات سيمفونية جميلة. الشعر جزء لا يتجزأ من تاريخ العرب، وبالضبط ما نشاهده هنا في هذه المرحلة. فيتم أو عندما تضع هذه اللؤلؤة، تظهر لك العديد من الخيارات للكلمات العربية. كل ما عليك أن تفعله هو أن تختار كلمتين، لتظهر الكلمات على الشاشة ضمن أبيات شعرية. أما هنا يتم تحليل شخصيتك حسب تفاعلك مع المراحل السابقة، لتصل إلى هذه القاعة التي تبث محتوى مرئيا مبهرا عن المواضيع الرئيسية بطريقة إبداعية، لتشعر بأنك في قلب الحدث. نعرض في هذا الجناح تجربة شيقة من خلال التفاعل ما بين الزائر والجناح بواسطة تقنيات تفاعلية ابتكارية تساعد الزائر للتعرف على المستقبل، التحديات العالمية. لذلك نحن من خلال هذا الجناح نعزز مهارات الطالب، ونعزز المهارات التي مفروض أن يكتسبها الزائر من خلال رحلته في الجناح. وهنا انتهت جولتنا في رحلة اكتشاف متقدمة متطورة من الجناح جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في أكسبو 2020 دبي. كان معكم رهيب ملص من العين الإخبارية دبي.